كرة اليد، وفي كرة اليد بكرة عندنا ماتش صعب جدا مع بطل العالم الدنمارك. كنا نتمنى ألا يكون لقاء الدنمارك مبكرا، لكن يعني هذه هي الرياضة. كابتن جوهر نبيل نجم منتخب مصر كرة اليد السابق، يعني أولا مساء الخير، ثانيا إيه توقعاتك بقى؟ مساء الفل، مساء الجمال، مساء كل حاجه كويسه وجميله وخير ان شاء الله يا رب. مدام نميت، طبعا منتخب الدنمارك منتخب صعب، منتخب عنده خطوط كلها جيده، عنده لندن وكيفن مولر من افضل حراس المرمى، عنده هانسن افضل لاعب وظهير ايسر تمام، عنده يوهان يانسن وايمان ياكوبسن الجناحين، عنده منتخب جيد. والجون بتاعهم، الجون بتاعهم فظيع. جول امبارح يمكن مباراتهم امام المنتخب الكرواتي، حصل على افضل لاعب في العالم لندن اللي هو اتصاب عن بطوله العالم 2019.